فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا، فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم يعني النار، نعم، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا. إخوانكم يعني أولئك الذين سنوا هذه السنة القبيحة، قوم لوط، نعم. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. يعني الآن هنا قال إخوانكم، الذي يحصن نفسه بالزواج والعفاف ويبقى مع هذه الرابطة، لا تذهب نفسه تلك المذاهب، لا في لواط ولا في زنا ولا في غيره، ويقصر نفسه على ذلك. إخوانه من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هؤلاء إخوانه وهو على نهجهم. ومن ترك هذا الطريق السداد، الطريق المبارك، ومال إلى مثل هذه الفواحش، فإخوانه هذه الأمة التي غضب الله عليها هذا الغضب، وأحل الله سبحانه وتعالى بها ذاك النكال وذاك العقاب، الذي هو ليس ببعيد ممن سلك مسلكهم وسار مسيرهم. نعم. ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى. يعذب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزراء.